بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى السيد نور المالكي المحترم، نناشدك للنظر بمطالبنا المشروعة والضغط على الحكومة لأجل تحقيقها، بعد أن افترشت الأرض لمدة عام كامل حيث تم قمعنا وتهميشنا من قبل الحكومة. لذلك نطالب من سيادتكم التدخل الفوري، فأنتم أهل لها تنسيقية بوابة رقم 5. وفقكم الله لخدمة العراق وشعبه.